اسعد الله كل اوقاتكم واهلا وسهلا بكم في مدينه الحكير فان تاون. اليوم باذن الله تعالى سيتم تدشين البوم الاشادي ليت عمري للمنشد عادل بارباع والمنشد المثنى بديوي مع مجموعه مارس الاشاديه. اسمعنا مقوى تحيه. أهلي بالغلا وهلة معاني لهفتي سهلة غزال الوصل ناديته ولفاني على مهلة غزال الوصل ناديته ولفاني على مهلة وداني ما نسى علمه هلا باللحن والكلمة وداني ما نسى علمه قلبي عانق النشوى وحقق باللقى حلمه قلبي عانق النشوى وحقق باللقى حلمه والثاني وانا اللي كنت بدموعي سهيرا الليل وحداني وانا اللي كنت بدموعي سهيرا الليل وحداني أهلي بالغلا وهلك معاني لهفتي سهلة أهلي بالغلا يغني صادق احساسي حضرتهم والمواساسي يغني صادق احساسي ومني بشوفكم عيني بعد عمري وبعد ناسي ومني بشوفكم عيني بعد عمري وبعد ناسي أسلف وصلكم حالي
أسلم بوصلكم حالي وداوي جرحي الليلة بشوفه خلي الغالي وداوي جرحي الليلة بشوفه خلي الغالي للوصل ناديتا ولباني على مهلاه.